ام معاذ، اتفضلي يا ام معاذ. أيوة، السلام عليكم يا اهلا بيك. دكتور. السلام ورحمه الله، اهلا بيك. لو سمحت حضرتك، انا ابني عنده سنه وشهرين تمام، بس هو لسه ما بيتكلمش ولا بيقول بابا ولا بيقول ماما ولا اي حاجه من بيفهم الحاجات دي. بيفهم ولا ما بيفهمش؟ يعني ساعات اقول له تعالى روح مثلا، دي ممكن يفهمها، انما مثلا إيه، هات الكوبايه، هات مثلا، بص لاخوك كذا، بص لاختك، فين بابا فين ماما، لا ما يعرفش. طب بيلعب ألعاب تكرارية متكررة، يعني يقعد يلف حوالين نفسه ولا حاجة، أو يرفرف بإيديه، أو يقعد هو يبقى اي يقعد حاجه يبص يفرح للمروحة؟ إيه؟ يعني، لا هو مثلا لما يجي يفرح او حاجه يقعد يعمل بايديه جامد اكنه اي حاجه عنده، يا يضرب يا يضحك. بس ساكنة فين؟ في مصر ولا بره انا مصر؟ في القاهرة ولا بره لا، القاهرة؟ في الجيزه. في الجيزة. طب بصي، محتاجين بس نبص على العيل هو ده بيجي نقيمه. ده يعني، اهم حاجه. بصي، العيال ما بتتكلمش، ما يهمنيش يتكلم، اهم حاجه يبقى فاهم اللغه. يعني ايه فاهم اللغه؟ انا مش مهم ينطقها، يكون فاهمها، الاوامر البسيطه يفهمها، يفهم ان لما باباه يجي يروح في حضنه كده ويترمي في حضنه، يعرف ان ده اه باباه. ايوه ماشي، لو حد يعرفه ممكن يترمي عليه، بس لو كان متكرر معاه على طول زي مامته باباه اخواته كده، انما ان هو مثلا. وبعدين حضرتك يا دكتور، هو من سن 2 شهر انا لاحظت عليه ان عينه بترف جامد، بتتحرك بسرعه كبيره، فروحت كشفت له عيون، قالت لي عنده طول نظر، عنده طول نظر 7 درجات. عمل هو نظارة؟ دلوقتي لابس نظاره. ايوه كويس. طيب بصي، لا بس ده ملوش علاقة بالموضوع. بصي، ده طول نظر ده اتحل مع دكتورة العيون ربنا يكرمها، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على اللغة. لو سمحتي ممكن، انت في الجيزة، انا في الجيزة برضو، فانت بعد يعني ايه بحاول تتواصلي معايا بعد الحلقة ان شاء الله بإذن الله. هنشوفك على حساب قناة الحياة. اهم حاجة مش ان هو يتكلم، اهم حاجة ان نستبعد بعد الشر وجود سمات للتوحد. لغاية لما اشوفه في التلفزيون ما يبصش على القنوات الإيقاعية، بلاش تطعميه تطعيمات زيادة. لو نزل حملة منشطة مثلا للام ام ار ولا حاجة، بلاش تطعميه، وما تديهوش مضادات حيوية كتير، وبلاش مضادات حيوية حقن، عشان نحافظ على القولون بتاع العيل دون، عشان القولون ده من المصدر اللي بيدخل السموم تعمل توحد للعيال. لو ادينا مضادات حيوية بنبوظ البكتيريا النافعة في القولون، وبندخل سموم تعمل توحد للعيال. فاحنا تعملي ايه؟ انا بقولش ان عنده توحد، محتاج ان انا ابص عليه واقيمه عشان نستبعد بعد الشر وجود سمات للتوحد. نبص عليه مجانا على حساب قناة الحياة، نقيمه في 5 دقايق 10 دقايق كده، نبص عليه هل الطفل ده بعد الشر عنده بس ان هو ما يتكلمش كلمات، ولا عنده بعض سمات التوحد، نطمن. انا بحب ايه، ننفخ في الزبادي، لو في اي حاجه شاكك فيها لا قدر الله نبص عليها نستبعدها، عشان كلنا ايه بالنا يرتاح. الموضوع اللي انت بتشكي بيه ملوش علاقه بطول النظر، طول النظر اتحل مع النظاره خلاص، مفيش منه مشكله، وتستمر في لبس النظاره وجيبي له نظاره شيك كده وتثبتيها كويس باستك ولا حاجه، لكن نبص عليه عشان نستبعد بعد الشر. حتى لو 1 في المليون في سمات توحد ولا حاجه، لازم نستبعدها. ايه نرتاح. لو شاكين في حاجه ادي للطفل فايده الشك. الله يمسيه بالخير دكتور جويل، علمنا في انجلترا give the child the benefit of doubt، ان انت لو شكيت في حاجه استبعدها وريح بالك وبال الاهل من الموضوع ده. نبص عليه على الرحب واسعه على حساب قناه الحياه، ونطمنك عشان نستبعد بعد الشر ان وجود اي سمات للتوحد. تواصلي معانا بعد الحلقه وان شاء الله نطمنك.